اهلا ومرحبا بمشاهدي ومتابعي اليوم السابع، معكم من محافظة الدقهلية ولايف جديد من امام محكمة جنايات المنصورة في وقعة مؤسفة. فلاح مسالم آمن اربع شباب على العمل معه، وكان بيعطف عليهم وبيديلهم فلوس مساعدات على الحياة، غدروا بيه وقتلوه. هنعرف من اخوه تفاصيل الوقعة. سعيد عبد الهادي محمد السيد، اساسا من كفر الجنينه مركز نبروه، وكان له ولد وبنت. ابنه ميت عريس بعد سنه من جوازه، فباع الارض اللي في البلد وراح اشترى خمس فدادين في زيان، قبل زيان بحاجه بسيطه كده. المهم هناك بقى له ست سنين. العيال دول اتعرفوا عليه، منهم اثنين اتعرفوا عليه بقى يترددوا عليه، وكان بيعطف عليهم، كانوا يعني ادالهم الثقه بسبب ان هم كانوا في حصاد المحصول، كانوا بيروحوا يساعدوه ويشتغلوا معاه. في نفس الوقت كان فيهم ولد مفهمه ان هو يتيم الاب والام، وان هو بيدرس. هو مش يتيم لا، طرح ان هو مش يتيم. وكان عشان يستعطف في اخويا، فكان مفهمه ان هو يتيم وان هو مسكين، وان هو غاوي يكمل تعليمه، وان هو اللي بيجري على اخواته وشغال في مصنع طوب هناك، والتاني برضه شغال معاه في مصنع الطوب. فكان بيعطف عليهم بين الحين والاخر يترددوا عليه، والاخر هم في النهاية كان عارف ان هو نازل عشان يحضر فرح ابن اخته، كان الفرح بعد العيد، قال لهم ان انا هجيب فلوس. للأسف كان بيعرفهم سره، للأسف وانا نصحته بكده كم مرة، يا سعيد ما تعرفش حد. المهم راح جاب راح البصة، لقى البصة في اجازة العيد، ما جابش في الفلوس. راحوا يومها يوم الحد اللي هو كان قبل العيد، عيد الاضحى، فما صدقوش ان هو ما جابش الفلوس. يا جماعة أنا ما جبتش فلوس، برضو ما صدقوهوش. فكروا إن الأوضة المقفولة ديت في قلب البيت، في قلب بيته، وكان طابخ لهم وكان مجهز لهم أكل. وأنا كان بين الحين والآخر بيترددوا عليه، لأنه كان بيعملهم زي أولاده، وبعدين سنتين أو أكتر من سنتين بيترددوا عليه، فادالهم الأمان. لذلك أنا لما قلت له يعني أنت تعرفهم منين يا عم، أنت تديلهم إزاي الأمان بالطريقة دي؟ قال لي ده أولاد غلابة، بعطف عليهم رحمه نور على محمد ابني. هو كان مبسوط ماديا ما شاء الله، وكان بيعتبر ايه صدق على ابنه اللي مات. بقاله خمس سنين او خمسه وشوي. لا بس احنا كنا بنترد عليه، يعني احنا واخواته وجوز اخواته، زياراته. او السنه الاولانيه جوز اخته قاعد معاه، كان مفلح معاه هناك في الارض، وبعدها بقى ابن اخويا الصغير بقى قاعد معاه برضه السنتين الاخيره بس، اللي هو ايه زي ولاده. وبعدين هو كانوا بروح يساعدوه في محصول، يعني انا السنه اللي فاتت كنت رايح معاه واخد اكل معايا واولادي وزوجتي وكده، فروحت لقيت الاولاد دول هناك اللي شغال على المكنه واللي بيجيب الرز من الاخر الارض. فبقول قال لي هم دول اللي انا بعطف عليهم يا سيدي، اللي انت بتقول له كرشهم. فقلت له فهو عشان كده يعني ادينا لهم الامان، وفكرنا بقى ان هم خلاص ان هم الولاد حلال ومش هيخونوه. رغم ذلك برضو انا ما كنتش مرتاح لهم، لكن هو اللي كان الدافع الاكبر في ان هم قتلوه، ان هو عارفين ان هو هيجيب فلوس من بصة كفر الغاب عشان هينزل يحضر فرح ابن اخته. وكانت اختي اللي هي اخته طالبه منه في حدود 30,000 سلف وغير نقطه. فهو كان رايح جاب، فهم عرفوا الموضوع ده، لانه للاسف كان خد واحد فيهم قبل كده معاه على الموتوسيكل على المكنه بتاعته لغايه البصه، فكان يعني معرفهم سره للاسف. فاللي حصل ان هم رايحين ناويين على ضربه وعلى سرقته، بدليل ان هم ضاربينه بمقبض في دماغه، وضاربينه بالسكينه في بطنه في جنبه، يعني على التحقيقات اللي انا شفتها يوم ما اكتشفنا الجريمه ورحنا هناك، قالوا لي لو انه على الضربه اللي في بطنه او في جنبه كان ممكن يجري على الطريق، ينزل من البيت يجري على الطريق، كان اي حد يلحقه. لكن كمان اتضرب في دماغه بمقبض حديد، دي خلته اغمى عليه. الاربعه كانوا عاملين حسابهم يسرقوه ويقتلوه. حتى لما ما لقوش معاه الفلوس، لقوا في غرفة كانت مقفولة، حطوا في دماغهم ان هو مخبي الفلوس فيها او عين الفلوس فيها، فكسروها ورحنا لقينا البيت مقلوب من فوق لتحت. دوروا ما لقوش حاجة، طبعا ما لقوش، ان كان في جيبه مثلا 2000 3 خدوهم، والمكنة الموتوسيكل اللي المباحث جابها. يعني برضه بتوجه بالشكر لكريم بيه ورئيس مباحث، وخالد بيه رئيس مباحث السيتموني،
لانهم مجرد ما اعلناهم وبلغنا ما ناموش ما ناموش. واحد جاره هناك اللي بيعنا المعدات بتاعته بتاع ارضه هناك عنده في بيت اخويا، هو اللي اكتشف الجريمه واتصل علينا. بعد ثلاث ايام في اليوم الرابع في البيت والدم حواليه، هو لما ضرب في دماغه نام ما حدش لحقه، الدم شكله اللي شوفه الدم قول ده محروق او الدم اتجلط عليه واحد جاره هناك بيفلح هناك اسمه العربي السعيد من زيان، راح هناك فتح بينادي عليه بقول له لفت نظري ساعه ما لقيت البيبان بتاع والشبابيك بتاع البيت مفتحه والنور قايد، فبقول له انا من عاده ابويا السعيد اللي هو مش في الارض، حتى لو هو في قلب الارض بيشتغل في الارض بيبقى قافل البيت وقافل النور. فبقول له انا يعني استغربت ان البوابه مفتوحه، بوابه الحديد، الباب الرئيسي، الشبابيك، النور كله قايد. فبقول انا شكيت ان في حاجه، فشم ريحه برضه، شم الريحه كانت الريحه كده بدات تظهر، فاتصل على امين شرطه من زيان هناك يعرفه، فهو جه فدخل فقاموا متصلين علينا فروحنا اتصلت به. يعتبر اربعة ايام في اليوم الرابع اللي احنا اكتشفنا فيه. وللاسف بقى احنا لان هو كان قال انا مش هنزل، اللي خلانا كمان ان احنا ما رحنالوش في العيد، ان هو قال انا هفضل هناك اعيد هناك واجي عشان احضر الفرح، اقعد خمس ايام هنا في البلد املي الارض يوم العيد وهاجي تاني يوم العيد واحضر بقى لغايه اخر الاسبوع واحضر الفرح. طب المتهمين دول مثلوا الجريمه يعني واعترفوا؟ جم مثلوا الجريمه وقدام وكيل النيابه بتاع بالاس مش فاكر اسمه صراحه، اللي هو اكيد لي برضه ان العداله هتاخد مجراها وان هم واخدين اعدام لانهم معترفين بالتفاصيل. وانا برضه يعني بشكر القضاء وان شاء الله ربنا ان شاء الله يجيب لنا حقنا ان شاء الله. لا حصل، انا حضرت الجلسه فشايف الامور ماشيه كويسه الحمد لله. المحامي الاستاذ ياسر الامام رضوان قايم بدوره كويس وقال واتكلم عن القضيه بالتفصيل. هم عشان اولاد يعني اولاد يعني مش عاوز اقول اللفظ، هم يعني اولاد حرام لانهم خانوا العيش والملح. خانوا العيش والملح، فما فيش محامي الا هو واحد بس اللي مقاوم محامي وبيدعي كذبا ان السادات دي اول مره يعرف اخويا. لا، السادات ده بالذات بقاله اكتر من سنتين بيتردد على السعيد ومفهمهم ان هو مفهمه ان هو يتيم الاب والام وان هو بيدرس وان هو بيشتغل في مصنع الطوب وبيصرف على اخواته، ولذلك السعيد كان بيتعاطف معاه وكان بيديله بين الحين والاخر فلوس، يديله شكاره رز، يديله شكاره قمح، فما كانش يعني بيحوش عنهم حاجه. والسعيد بطبعه كان كريم، احنا يعني معروفين عننا ان احنا ولاد اصول وولاد كرم، ما فيش حد بيقصدنا في حاجه. لا، ليا له ثلاثه غيري. له بنت متجوزة وابنه الوحيد اللي هو سبب ان هو لما مات كره يقعد في البلد وباع الارض اللي في البلد وراح اشترى الخمس فدين دول. ابنه للاسف مات من على السقالة، رغم ان هو يعني قضاء ربنا، لكن هو كان ما كانش مخليه محتاج حاجة، لكن شوية شباب خدوه يشتغل معهم في المعمار في الغافة، فهو من على السلم مات بعد جوازه بحوالي سنة. ايوه الناس استغلت ان هو احتياجه لوجود ابن يعني او الاسفل. هم دخلوا له بطريقه بقى ان هم شباب وان هم بيجوا يساعدوه في الارض في المحصول وكده، فلما ادوا له الامان وعرفوا سره وعرفوا عنه كل حاجه، وهو بطبعه كان طيب، كان السعيد كان طيب رغم ان هو يعني 53 سنه بس كان عنده شيء من السذاجه، كان طيابه يعني وطيبه ولاد الاصول، طيابه ولاد الاصول، ان هو ان اللي ياكل معايا ويشرب معايا مش هيخني، اللي اديله مثلا كل فتره والحين اديله 200 جنيه 500 جنيه صدق على عليه وعلى اخواته، مش هيعمل فيها كده، مش هيضربني في الاخر وموتني. للاسف هي دي كرم وطيابه ولاد الاصول، مش قادر اقول ان هي سذاجه. لا، هو انا نصحته قلت له يا سعيد يعني لما جوز اختي جه قال لي ده في ولد بيتردد عليه شاب صغير كده في حدود 18 سنه، فقلت له الواد انت تعرفه منين يا سعيد؟ قال لي ده واد غلبان حكى له ظروفه وان هو يتيم وان هو عاوز يكمل تعليمه، فبدله بين الحين والاخر 100 200 اللي فيه النصيب.
في المحصول بدوا له شكاره رز في سواء في الغله برضه في القمح بدوا له شكاره غله ده. وفي الاخر كانت النهايه ان هم لما عرفوا ان هو هيجيب فلوس من البوسطه بتاع كفر الغاب اللي انا سمعته كمان ان العيال دول تاني يوم ما موت اخويا تاني يوم قبل ما يتقبض عليهم اتمسكوا كانوا بيضربوا راجل اسمه ربيع هناك كانوا برضو عاوزين يموتوه ياخدوا العربيه بتاعته عربيه داتسون فهم كانوا مسعورين كان في حاجه اكيد كانوا عاوزين فلوس ضروري مش عارف ليه يعني ناس قالوا لي هناك برضو في المركز وهناك جيران سعيد قالوا لي الراجل لولا انقذ نفسه ان هو كان معاه بتاع الذباب ده بتاع البروش ده مرشش على وشهم قاموا جاريين والناس لحقوه جاري من الغطان كسروا رجله ويعني وربنا نجاه. تاني يوم الحادثه بتاع اخويا كانوا عاوزين بيقتلوا راجل وبيسرقوا عربيته. رد فعلك ايه النهارده لما شفت المتهمين دول في القفص؟ انا طبعا ما قدرتش امسك نفسي لما شفتهم وكان يعني كان في امكاني لو معايا حاجه يعني مسدس كنت ضربتهم بس انا ده انا مش من طبعي طبعا ولا من طبعنا وانا تارك تارك الحكم لربنا والقضاء. ربنا اولا هيجيب لنا حقنا وانا واثق في عداله القضاء واثق في عداله القضاء زي ما برضو انا وثقت في مركز ستاموني لضباط المباحث هناك. انا بشكرهم يمكن اول انا شكرتهم قبل كده على صفحتي ان هم كانوا يعني بصراحه ما ناموش الا لما قبض على الاولاد دول المجرمين. كانوا اللي بيشتغل في مصنع السكر اللي بيشتغل في مصنع الطوب اللي بيشتغل هناك مع في الاراضي في جمع الخضار في واحد من قلبشو في واحد من الجيزه في واحد من طنطا او اثنين من طنطا اثنين من طنطا وواحد من الجيزه وواحد من قلبش الوالد اللي من قلبش ده هو الواد اللي هو الصغير ده تابع عند اهليه اللي هو اللي اسمه السادات اللي كان السادات بيعطف عليه اكتر واحد فيهم يعني من اكتر محافظه وجمعوا على فعل الشيطان يعني ما هم بيتلموا هناك اتمسكوا هناك في بيت مهجور في قلب الجبل هناك والمكنه اللي كانوا واخدينها دي السبب انه جابتهم الضابط يومها الضباط بتوع ستاموني صراحه ساعه ما بلغناهم مشطوا الجبل يومها شبر شبر لغايه ما اتقبض عليهم وجابوهم. كان بتاع الجيزه ده كان هرب على الجيزه بلغوا هناك المباحث امن الجيزه اتقبض عليه وجابوه في نفس الليله في نفس الليله. انت منتظر الحكم العادل باذن الله؟ انا ان شاء الله منتظر الحكم العادل ان هم ياخدوا اعدام لان ده مش ما هي السرقه فقط ولا قتل فقط ده سرقه وقتل وخيانه كمان للعيش والملح اللي اكلوه معاه بقالهم سنتين والخير اللي قدم لهم فلوس يعني هقول كان بيعاملهم زي ابنه بالظبط عشان فقد ابنه وهو عريس بعد جوازه بسنه فكان يعني بقول حاجه يوم بيسلونا وبتنفس معاهم وبيتصدق عليهم على اساس يقول صدقه في على روح ابنه وللاسف دي كانت النهايه. ربنا يرحمه ويرتقي شره من احسن. صغير ومات يعني اخويا هو كان اصغر هو اللي بعد مني على طول بسنتين على طول. ده كان احن واحد في اخواتي وكان اطيب بخلق الله وكان معروف عنه الكرم والجود حتى هو قاعد في لبنان اكتر من 15 سنه يشهد له الجميع من بلاد من كفر الشيخ من هنا كان له ناس من بلقاس انا اعرفهم من بلقاس ما فيش واحد فيهم قال عنه كلمه وحشه بالعكس كل اللي كان يهاجم من عنده يقول السعيد ارجل واحد شفناه ما كان اللي ينزل عليه يسلفه فلوس يستضيفه عنده في السكن كان شغال على مستودع هناك معدات من شركه مقاولات كبيره قعد هناك اكتر من 15 سنه وكان في النهايه دي يبقى جزاؤه من ولاد الحرام دول. كل الخير اللي عمله حاجه يعود له ان شاء الله عند ربنا ان شاء الله ان شاء الله. هو ميت شهيد هو ميت شهيد فقد ابنه